ينضم إلينا حميد قطيني، عضو المكتب الإعلامي للدفاع المدني السوري من إدلب. مرحبا بك سيد حميد. بالبداية، كيف تقيم الأضرار حتى هذه اللحظة، ويعني إلى أين ستصل الأمور في حال استمرت السيول بهذه الطريقة؟ أهلا بكم، حياكم الله. الأوضاع الآن هي تصل إلى كارثية ومأساوية مع كل هطل مطري أو منخفض جوي تتعرض له المناطق السورية. أكثر من 2 مليون مدني يعيشون في المخيمات بظروف صعبة جدا، هي ظروف استثنائية. أكثر من 14 عام على حرب النظام وروسيا، ظروف الحرب يزيدها ظروف الحياة والمعيشة في المخيمات والظروف الجوية، أيضا استمرار هجمات النظام وروسيا. فوق كل ذلك هو ضعف المساعدات الإنسانية. مع كل عام جديد هناك تقلص في المساعدات المنقذة للحياة، هي في أيضا نقص في المساعدات التي تصل للمحتاجين. الوضع بشكل عام هو كارثة ويتفاقم مع كل عام جديد ومع كل شتاء. يعني المشكلة متجددة متكررة سيد حميد، هل من المعقول أنه لا يوجد حل على الأقل، كون لا نستطيع اليوم الحديث عن حلول سحرية والاستغناء عن الخيام بشكل كامل، لكن أن يكون هناك حل فقط لمنع السيول، منع الغرق، منع الانجراف بهذه الطريقة؟ الحلول هي في كل عام تتجدد مع كل هطل. دائما نحن كفرق دفاع مدني على مدار العام نعمل لحماية المخيمات من مخاطر السيول والظروف الجوية الصعبة، ولكن الأعداد كبيرة جدا، أعداد المخيمات كبيرة جدا. مع كل عام جديد هناك موجة نزوح جديدة، هناك أيضا الزلزال المدمر في العام الفائت زاد أعداد المخيمات بنسبة كبيرة. أغلب المخيمات التي أنشئت خلال الفترات الأخيرة بعد حملات النظام وروسيا العسكرية أو بعد الزلزال هي مخيمات ببنى تحتية هشة وضعيفة جدا، تأثرت بشكل كبير خلال العواصف خلال فصل الشتاء وحتى يوم أمس، أيضا بسبب ظروف الجوية والرياح وغيرها من الأضرار التي ألحقت بها نتيجة بنيتها التحتية كما قلت لكم، بالإضافة أيضا لموقعها على أراضي طينية أو في الوديان وغيرها من الأسباب التي تزيد. هناك المشكلة متأصلة منذ سنوات، لأن نعمل دائما نحن على حلول لهذه المشاكل، لكن المشكلة هي حل، يجب إيجاد حل للمشكلة الأساسية وهي مشكلة التهجير، مشكلة التهجير وضمان عودة ملايين المهجرين إلى مدنهم وبلدانهم التي هجرهم منها قوات النظام وروسيا، بالإضافة أيضا لمحاسبتهم على جرائمهم بحق السوريين وعلى تهجيرهم وتركهم لسنوات بدون مأوى تحت وطأة الشتاء والصيف. مدير منظمة الدفاع المدني رائد الصالح تحدث في تغريدة ناشد فيها وطالب فيها بعدة حلول وبعدة أمور يعني اليوم تحتاجونها أنتم كفريق دفاع مدني والأهالي كذلك. إلى من يوجه هذا الخطاب، ومن مسؤولية من تلبية هذه الاحتياجات؟ نعم، هي مسؤولية جميع المنظمات الدولية وجميع من يعمل على مساعدة المنكوبين والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الإنسانية التي قلصت مساعداتها بشكل كبير على السوريين في شمال غرب سوريا. نطرح بشكل دائم خلال الفترة الأخيرة ضرورة تأمين سبل عيش للمدنيين بعد تقلص الكبير في المساعدات التي تصل إلى المحتاجين في شمال غرب سوريا. الوضع بحاجة الآن إلى إيجاد حلول لدعم المدنيين، لمساعدتهم على تأمين قوت أيامهم من خلال المشاريع وغيرها من الأعمال التي تساعدهم على الحياة، تساعدهم على العمل في أي مجال يحصلون من خلاله على المال الذي يوفر لهم الطعام والمأوى لأطفالهم. هذا أيضا هو حل مؤقت
ملايين المدنيين في المخيمات، ليس ما يتم تحقيق الحل الأساسي هو كما قلت لكم هو بعودتهم إلى مدنهم وبلداتهم التي هجرهم منها قوات النظام وروسيا ومحاسبة النظام على تهجيرهم. أنتم فقط سيد حميد من يعني تهرعون لمساعدة الناس، ألا يوجد منظمات أخرى أو يعني بلديات معنية بمثل تلك الحالات عندما يعني يكون هناك غرق بهذه الطريقة؟ يعني ليست فقط الصور تظهر أن ليس فقط المخيمات وإنما حتى البيوت غرقت والشوارع. نعم بالتأكيد، نحن كمنظمة طوارئ نستجيب لنداءات المدنيين في الاستغاثة بعد كل عاصفة أو أي طارئ، نقوم بالاستجابة لتقديم المساعدة ويد العون للمحتاجين. كما شاهدتم يوم أمس كانت الحالة مأساوية ليس فقط في المخيمات بل أيضا في منازل المدنيين في عدة مناطق من ريف إدلب. مياه السيول كانت جارفة بشكل كبير، جرفت خيام بأكملها في مخيمات في منطقة معرض مصرين، بالإضافة أيضا لداهمة عشرات المنازل في منطقة معرض مصرين ومنطقة ملس في ريف إدلب الغربي. هناك جهود من بعض المنظمات والفرق التطوعية ولكن الوضع كان كارثي، انتشار فرقنا على امتداد مناطق شمال غرب سوريا يؤازر بعضه في الاستجابة للكارثة ويساعد المدنيين في تخفيف الأضرار الناتجة عن الكوارث. شكرا جزيلا لك حميد قطيني، عضو مكتب المكتب الإعلامي للدفاع المدني السوري في إدلب.